نادي الاهلي هيكون معايا زميل العزيز شريف شعبان زي ما متعودين مع حضراتكم عشان يغطي اخبار التمرين ويطمننا على المران مع المدير الفني الجديد فايلر، مدير فني السويسري النادي الاهلي. ان شاء الله يكون يعني مبشر، وان شاء الله تكون البوادر بتاعته مبشره زي ما الناس بتقول في التمرين. ومش عايزين بقى نتكلم عن اللي فات، وانا اتكلمت عن الموضوع ده شخصيا. يعني ان شاء الله نتفائل، وان شاء الله ان شاء الله نتفائل، وان شاء الله نجد اللي احنا عايزينه باذن الله. هيكون معايا بعد الاخبار الناقد الرياضي الكبير الاستاذ رضوان الزياتي، عضو لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب. هنتكلم معاه في اللي بيحصل، الاحداث الرياضيه على الساحه المطروحه حاليا. هيكون معايا بعد الاستاذ رضوان الزياتي النجم الكبير الكابتن شاكر عبد الفتاح، نجم مصر ونادي الترسانه السابق، وايضا نتكلم معاه في كل حاجه بتتساله عنها. تعالوا يلا، لو يلا ناخد شريف شعبان نطمن على المران. زميل عزيز شريف شعبان، اهلا بيك ومنور كالعاده. نورك يا تلميذ، واهلا بحضرتك وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والمنديل الاحمر منور الشاشه. لا مش قصدي حاجه. اهلا بيك يا شريف، ودايما متالق. ويلا طمنا بقى على كل كبيره وصغيره في التمرين، عايزين نطمن كل الجماهير الاهلاويه. خليني اقول لك ان التمرين كان في الخامسه مساء بحضور الاسطوره، اسطوره النادي الاهلي ورئيس مجلس الاداره طبعا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، اللي تابع التمرين يمكن قبل ما يخلص بحاجات قليله كده، كان بدا يغادر التمرين بس كان حريص يتابع كل كبيره وصغيره في التمرين. يمكن التمرين بدا في الخامسه مساء بتدريبات بدنيه قويه جدا. بعد هذه التمرينات كان في فقره كبيره جدا تخصص على الجول، انهاء الهجمه بشكل يمكن يقدر اللعيب يحرص فيه هدف من الاجناب ومن العمق عشان اللعيبه تقدر تعرف لو في اي فرصه اللعيب يقدر يتعامل مع هذه الكرات والفعل تعلق فيها معظم لاعبي النادي الاهلي. وفي نهايه تمرين التخصص اللي طول يمكن عدى الساعه الا ربع ولا حاجه، عمل تقسيمه كبيره على ارض الملعب. يمكن امبارح كانت تقسيمه صغيره، واول امبارح كانت تقسيمه صغيره، النهارده كانت تقسيمه بطول الملعب كله تعلق فيها. النهارده يمكن قفشه اخر هدف عالمي من نصف الملعب، لوب من نصف الملعب ودخلت المرمى في هدف عالمي لفت كل انظار المتابعين للمران، وحاز على تشويق حاد من الجماهير اللي كانت موجوده او من اعضاء النادي اللي كانت موجوده في مران الفريق اجمل. يمكن على الجانب الاخر تدريب الحراس، تدريب يمكن ثالث يوم من تدريب قوي جدا، المدرب بيعمل حاجات مركبه كذا جمله في بعض، والحراس بيتعلقوا فيها بشده. يمكن منافسه عنيفه وشرسه ما بين الشناوي وبين احرامي، وداخل كوستيوم على روسي، حاجه تفرح حاجه تشرف لكل جماهير النادي الاهلي. الحارس الصاعد الواحد احمد طارق بيحاول يجاريهم في المنافسه، ولكن المنافسه شديده جدا ما بين الشناوي اخذ احسن حارس في مصر في الفتره السابقه، وشريف اكرام قاعد من الاصابه اللي بيحاول يثبت نفسه بكل قوه، وعلي لطفي طبعا اللي بيحاول يحجز مكان في الفتره القادمه. التاهيل مستمر على الجانب الاخر لمحمد محمود، سعد الفريق، رامي ربيعه، كريم متري، محمود وخزي. يمكن الاجواء كلها بتبشر بخير، الكل بيحاول يثبت نفسه او يلفت نظر المدير الفني، الكل بيحاول يجتهد، الكل بيحاول ينفذ تعليمات الراجل علشان خاطر الناس ياخدوا الفتره المقبله. الراجل بالفعل بدا يشاهد فريق التيم سبورت اللي هيبقى يكوني 14/9 باذن الله، وفي دور ال 32 بطل غنيا. الراجل بدا يشاهد بعض المقاطات او بعض الفيديوهات الخاصه بهذا الفريق. الراجل بالشاهد اي كبيره ولا اي صغيره، للانف كان بيطعم علشان طبعا السفر هيكون غالبا بعد اليوم 11 باذن الله. نتمنى باذن الله يكون الاهلي يوم سعيد للنادي الاهلي، ويكون الفوز حليف النادي الاهلي، وان الراجل كمان هيكون عيد ميلاده يوم 13 ليله المباراه. فباذن الله يا رب كده يكون عيد ميلاد سعيد، ويكون عيد ميلاد سعيد او سنه كبيره بالنسبه له مع النادي الاهلي فيها اول انتصار. ان شاء الله باذن الله يكون يوم كالعاده النادي الاهلي متالق فيه. كلمني بس كمان على المصابين، شريف ربيعه اخباره ايه؟ نطمن الجماهير عليه. يمكن ربيعه عنده طبعا شد قوي جدا في العضله الخلفيه، بتتكلم ربيعه من اسبوعين ثلاثه، ربيعه يمكن باذن الله بنتكلم في مش هيعدي الاسبوعين ان بينفذ البرنامج بكل حذافيره. فالنهارده الناس بتطمني في الزياده كده بتقول لي باذن الله اسبوعين ممكن يعدي شويه كمان هيبدا ينزل ارض الملعب. محمد محمود وسعد شميس بنتكلم في حوالي اسبوع باذن الله ويكونوا موجودين في ارض الملعب. كريم هو اللي بنتكلم في شهر او اقل من شهر شويه وهيكون موجود. محمود واحد يومين ثلاثه بالكثير كده هيكون موجود في ارض الملعب. يمكن هنتكلم باذن الله اللي في الشهر هيعدي وهيكون مفيش اصابات باذن الله للاعبي النادي الاهلي. نقطه مؤكده مهمه جدا ان النهارده السوشيال ميديا النهارده كان بيتكلم ان المدير الفني طلب تغيير ملعب الالتيتشي، المدير الفني طلب يروح ملعب ثاني يتفرج عليه، كلام عاري تماما من الصحه. الراجل ما اتكلمش خالص على ملعب
التمرين ملعب التمرين ملعب على اعلى ده مين اللي قال يا شريف؟ مين اللي قال؟ يا كابتن مين اللي قال ان هو عايز يغير الملعب؟ قريت النهارده في صفحه علويه كثيره على السوشيال ميديا كثيره ان المدير الفني طلب تغيير ملعب المباراه، كلام عارف كلام من الصحه. مدير الكره النهارده كابتن سيد قال لي ما حصلش، الراجل ما قالش حاجه خالص، الراجل حتى مهندس المسؤول عن صيانه الملعب راح له اول امبارح قال له في اي تعليمات في اي ملحوظات، الراجل قال له ما فيش اي حاجه خالص، ما اعرفش الكلام تطلع منين، ما اعرفش. تقصد ملعب التدريب اللي هي كابتن؟ تقصد ملعب التدريب؟ ملعب التدريب طبعا. اه تمام. الراجل ما اشتكاش، الراجل ما قالش، اللعيبه ما اشتكيش، مفيش حاجه، الملعب سليم، الملعب ما فيهوش حاجه، ما فيهوش نار، ما فيهوش حفر، ما فيهوش مطبات. واكبر دليل الكره بتمشي على الملعب، لو شايف الصوره قدام حضرتك هتلاقي الكره بتمشي على الملعب. اكيد الناس شايفه. ما تتنطط ولا حاجه، ما تعملش بند ولا حاجه، بعد كده الملعب كويس. نمره اثنين، الملعب بترشي قبل التمرين على طول، لو الملعب بترشي رشه كويسه، لو مثلا الملعب فيه حاجه هتلاقي فيه برك ميه، ما فيش برك ميه ولا حاجه، معنى كده ما اعرفش الكلام بيطلع منين. عرفش. وبعدين ده ملعب التتش، يعني ملعب التتش اللي نجلته يعني مرويه بعرق نجوم الناس تتمنى بس تشوفها. والله يا كابتن ميدو الكل هنا بيشتغل وكل بيجتهد، كل اللي عارف شغله الكل ما بيأثرش في شغله، لعيب النادي الاهلي بيؤدي وبيجمعوا نفسهم في التمرين، الملعب ده شهد عظماء النادي الاهلي، فبطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، الكل شغال، الكل سعيد، الكل عاوز يسعد جماهير النادي الاهلي ويسعد مجلس ادارته الفتره القادمه باذن الله خير، ما حدش شفاف التعزيز اشاعات، الكل شغال، الكل بيعمل باذن الله تاني الفترات اللي جايه كلها انتصارات وكلها بطولات باذن الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي بقى قفشه جاب اللب في مين؟ هتزعله مني كده هو شريف اكرامي. اه يا شريف كان سرحان، اكيد كان سرحان. مقدم شويه عشان عارف الراجل بيلعب اربعه، فعشان لسه مقدم شويه عشان خاطر لو في انفراد ولا حاجه عشان ما فيش اوفسايد. فقفشه هتقول في وسط الملعب راح قال له كوره في مشهد جمال يعني. لا وشريف كمان، شريف ما شاء الله طويل كمان، فاكيد كان جون جميل. اه جون جميل جدا، بيدل على ذكاء قفشه ومهاره قفشه الكبيره جدا النهارده. قفشه فرقه قدام صالح جمعه فرقه، مستفيد النادي الاهلي، مستفيد فريق النادي الاهلي، الكل بيجتهد، الكل بيحاول ينال رضا الراجل، والكل بدا يلفت انظار الراجل، والراجل بدا يبص عليهم باهتمام، بدا يحفظ اساميهم، بدا يندع عليهم. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي القادم افضل باذن الله. كلمني هو يعني قبل ما اقفل معاك، كلمني عن احنا يعني في ناس بتقولوا اتفرجوا على التمرين بيحسوا ان هو لعيب في الفرقه بيجري معاهم وبيحاول يوقف التمرين كتير، يعني رجليه في الملعب في التمرين. على طول تلاقيه في الملعب في التقسيمه، حتى ماسك كور في ايده او بتعليمات، بيوقف التقسيمات كتير، عاوز الكره على طول لقدام، مش عاوز الكره لورا، عاوز اللعيب يستلم يطلع باص سليم لقدام مش يطلع باص لورا، مش عاوز اللعيب يحتفظ بالكوره اكثر من اللازم، عاوز اللعيب يستلم ويسلم على طول، يكون كمان دقه تمريره سليمه جدا. دي حاجات كلها بيطبعها من لعيب النادي الاهلي اللي بيطبقوها الصراحه بحذافيرها، يمكن كله بيطبق تعليمات الراجل، والراجل مبسوط جدا من ادائهم، والراجل طالب مباراه وديه، فهتلاقي باذن الله عشان يتعرف اكثر على لعيب النادي الاهلي، فهتلاقي باذن الله اليومين دول في مباراه وديه لعيب النادي الاهلي باذن الله. تكون الساعه كام يا شريف؟ بكره المباراه الساعه 5 باذن الله. المباراه الوديه. المباراه الوديه غالبا هتكون يوم الجمعه غالبا، لسه طبعا مش رسمي، بس غالبا هتكون يوم الجمعه باذن الله. باذن الله. بس غالبا هورد نفسي مع التمرين. باذن الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا متالق كالعاده، بتغطي الاخبار التمرين يعني بتوصفه كاننا حضرنا التمرين. شكرا جدا جدا شريف شعبان زميلي العزيز، اتكلمنا على فيرا